الجزء الثالث من محاضرة Introduction and Layout of Steel Bridges. ما زلنا في الجزء بتاع Parts of Steel Bridges، يعني أجزاء الكباري المعدنية. هنتكلم في الجزء ده عن Bracing Systems، وعندنا 4 Bracing Systems في الكباري. اللي هي المين بريسنج سيستم، في حاجتين: لودد كورد وان لودد كورد. اللودد كورد موجود في كل انواع الكباري، الان لودد كورد في بعض انواع الكباري. في الاند فيرتيكال بريسنج سيستم، ولو اشكال مختلفه، ممكن يبقى بريسنج، ممكن يبقى بورتال فريم، ممكن يبقى يو فريم. في السترينجر بريسنج، ده بيبقى موجود في الريلوي بريدج فقط. في البريكنج فورس بريسنج، وده في الريلوي بريدج فقط. طيب الشكل اللي موجود ده يوضح جزء من 3D فيو ل ديك بليد جيردر بريدج. واضح الكورس جيردر مثبتها بأعلى المين جيردر. في هنا الهوريزونتال بريسنج سيستم الموضح، ده اللور بريسنج سيستم، او ممكن نسميه انلودد كورد. الجزء الاعلى اللي باين جزء منه ده الهوريزونتال بريسنج سيستم بس للودد كورد، او نسميه ابر بريسنج سيستم في حالة الديك بريدج. في هنا طبعا السترينجر بريسنج سيستم، ده بيبقى مثبت اقرب ما يكون للابر فلانج للسترينجر. طيب البريكنج فورس سيستم بيبقى موجود في اللودد كورد بريسنج سيستم، او هنا في الديك بريدج هيبقى في الابر بريسنج. طبعا هو مش باين تفاصيله، لكن هو بيبقى موجود في الليفل بتاع الابر بريسنج. طيب لو الكوبري بوني بريدج، مش هيبقى فيه طبعا ابر بريسنج سيستم، في اللور بريسنج سيستم، وهو في نفس الوقت اللودد كورد بريسنج سيستم، او اللي ممكن يبقى موجود معاه البريكنج فورس بريسنج سيستم. يبقى هو اللودد كورد، او بيبقى مثبت في الكروس جيردر، عشان كده بنسميه اللودد كورد بريسنج سيستم. لو تراس بريدج نفس الكلام، لو الكوبري بوني بريدج هيبقى فيه لور بريسنج سيستم فقط. لو الكوبري ثرو بريدج هيبقى فيه لور بريسنج سيستم وفي ابر بريسنج سيستم. طبعا مش مرسوم كامل يعني، ولكن هو ايه انديكيشن للمكان بتاع التواجد بتاعه. نتكلم على السترينجر بريسنج. السترينجر بريسنج بيبقى معمول عند اقرب ما يكون للفلانجة العلوية للسترينجرز، لانه هو بيتحمل الصدمة الجانبية للويل بتاعت القطر على الريل طبعا، فبتتنقل خلال السليبرز للسترينجرز. فعشان ما تعملش عزوم على السترينجر، فبنعمل السترينجر بريسنج. طبعا هو بيبقى موجود بين 2 سترينجر على نفس التراك، او اللي شايلين نفس التراك. ده شكل السترينجر بريسنج في البلان، وده الشكل اهو. لو في دبل تراك، الاتنين سترينجر اللي على نفس التراك او اللي شايلين نفس التراك بيبقى بينهم سترينجر بريسنج. ده هنا بنكبر الجزء من السترينجر بريسنج. هنلاحظ هنا السترينجر بريسنج تراس، الابر كورد واللور كورد بتوعه هما السترينجرز نفسه، وبنضيف diagonal member و vertical members. المسافة هنا 1.8 اللي هي بين السترينجرز. المسافة الأفقية تبقى
من 1.5 لـ2 متر، بحيث إن الزاوية تبقى من 30 لـ60 درجة، وطبعا كلما كانت قريبة من 45 درجة بتبقى أفضل. هنا الشكل لما يكون السبيسنج أعلى برضو بنعمل إيه؟ بنعمل لازم نحافظ على المسافة من 1.5 لـ2 متر عشان نحقق أفضل قيمة للزاوية بتاعة الدياجونال ممبر. طيب هنتكلم على المين هوريزونتال بريسنج سيستم. المين سيستم بيبقى هو سبورت للمين جردر سواء بليد جردر او تراس، اجينست ايه؟ اجينست الويند فورس، السنترفيوجال فورس، او اي لاترال فورس جاية على الايه الكوبري. طيب برضو من احد الفانكشنز بتاعتها انها بتقلل reduce the buckling length للكورد ممبرز والتراس ممبرز، في نفس الوقت كمان بتقلل اللاترال تورشن باكلينج لينس للبليد جيردر. طيب في نوعين او في تو سيستمز، في لودد كورد سيستم مقصود بيه اللي هو السيستم بتاع البريسنج اللي هو مثبت في اسفل الكروس جيردر، ده بيسمى upper bracing لو الكوبري ديك، لأن الكروس جردر بتبقى فوق، بيبقى lower bracing لو الكوبري نوعه بوني أو ثرو، لأن الكروس جردر بتبقى مثبتة في أسفل من جردر. طب ال unloaded cord system اللي مقصود بيه اللي هو بعيد عن الكروس جردر. طيب طبعا مش موجود في كل الانواع البريدجز، لان مش موجود مثلا في البوني بريدج، بعض الديك بريدجز بيبقاش موجود فيها، لان ممكن ما اعملش لور بريسنج سيستم في بعض انواع الديك بريدج. طيب هو بيبقى موجود في الكورد ناحية الكورد او الفلانج بليت بتاعت المين جردر البعيدة عن الكروس جردر. طيب مستحيل طبعا يبقى موجود في البوني بريدج، لو موجود في الديك او السيمي ديك بريدج بيسميه لور بريسنج، لازم يبقى موجود في الثرو بريدج، والا مش هيبقى ثرو بريدج هيبقى بوني بريدج، وفي الحالة دي بيسمى الابر بريسنج سيستم. ده شكل البريسنج سيستم او الهوريزونتال بريسنج سيستم اللي هو اللودد كورد. يبقى لودد كورد يعني كروس جردر هتبان في البريسنج سيستم وتعتبر هي الممبر الفيرتيكال بتاع البريسنج تراس ده. لو الكوبري نارو او يعني العرض بتاعه قليل، يبقى ممكن يبقى كروس بريسنج سيستم عشان الزاوية تبقى من 30 لـ60 درجة. لو الكوبري وايد أو برود عريض، يبقى في الحالة دي ممكن نستخدم الكي سيستم عشان برضو نحافظ على الزاوية من 30 لـ60. السيستم ده اسمه رومبك سيستم، هو شبه السيستم اللي فات ولكن ايه واخد شكل المعينات كده، بادئ النقطة دي مش من عند المين جردر، لا بادئ من نص الكروس جردر، وده اسمه الرومبك سيستم. الانلودد كورد اللي هو بعيد عن الكروس جردر بيبقى في اما هنسميه مالتيبل هوريزونتال بريسنج سيستم اللي هو واخد شكل الكروسز دي، ولكن مفيش الايه الممبر الفيرتيكال الا في اماكن معينه. الاماكن دي تبقى في بدايه البريدج وفي نهايه البريدج، ويبقى في منتصف البريدج او في التلت والتلتين. نفس الكلام لو الكوبري عريض، هنا بيبقى ده المالتيبل هوريزونتال بريسنج سيستم. نفس السيستم مع وجود الايه الممبرز في مسافة تقترب من التلت والتلتين، مش لازم هتبقى بالظبط، ومش شرط انها تظبط انها التلت والتلتين بالظبط.
نيجي للـ Vertical Bracing System. ممكن ليها أشكال كتيرة، تبقى Cross Bracing، V Bracing، H Frame، Inverted U Frame، Box Frame. طب هي الفانكشن بتاعتها ايه؟ انها هتنقل الاحمال من الابر بريسنج، ايا كان الابر بريسنج ده ايه، ممكن يبقى لودد كورد بريسنج او انلودد كورد بريسنج، تنقلها للسبورتس او البيرنجز، وطبعا من السبورت للاباتمنت والبيرز والسويل وهكذا. طيب هي بتشتغل كانها دايفرام، يعني بتثبت الاتنين من جردر مع بعض، بالذات في حالة الانسيمتريك لودينج للبرتش. طيب ممكن تبقى يو فريم او اتش فريم، لو هي يو فريم او اتش فريم هتتحمل برضو قوة اضافية على الكوبري اسمها الالاستيك فورس، اللي هي موجودة في الكوبريشن فلانج بتاعت البليت جردر او في الابر كورد للتراس بريدج اللي هو البوني او السيميتك. طيب للكباري اللي سبانز لغاية 50 متر، ممكن استخدم تو اند فيرتيكال بريسنجز، ويعني عند نهايات الكوبري، وواحد بس فقط انترميديات فيرتيكال بريسنج في الميد سبان. لو السبان بتاع الكوبري اكبر من 50 متر، ممكن استخدم 2 end vertical bracing عند نهاية الكوبري، و2 intermediate vertical bracing عند التلت والتلتين بالتقريب من السبان بتاع الكوبري. فهنا الشكل ده بيوضح اهو ان الفيرتيكال بريسنج بيشتغل كانه ديافرام عشان يقلل الديفرنشال ديفليكشن بين الاتنين من جردر، بالذات لو في احمال غير متماثله، يعني اللايف لود مثلا تقيل في حته وخفيف في الناحيه التانية او مش موجود في الناحيه التانية، وطبعا بيدي رياكشن كبير على المين جردر اللي هي باينه هنا ناحيه اليمين، فتبتدي يحصل لها ديفليكشن اعلى من المين جردر التانية. لو في ديافرام هيقلل الفرق ده بشكل كبير. الحاجة التانية قلنا اللي هي موضوع الإلاستيك فورس، قلنا في كومبريشن كورد أو كومبريشن فلانج بتاعة البليد جردر بتشيل فورس مقدارها هو الكومبريشن فورس في الفلانج دي مقسومة على 100، ودي بنسميها إلاستيك فورس. ده شكل البريسنج سيستم لما تكون الزاوية بتسمح بالكروس بريسنج، بيبقى أفضل طبعا نوع من البريسنج سيستم الزاوية بين 30 60 درجة، وده في الغالب بيبقى سنجل تراك بريدج. لو العرض زاد الارتفاع قل، الزاوية هتبقى أقل من 30 درجة، في الحالة دي نعمله في بريسنج سيستم. او الكوبري مثلا دابل تراك او عريض يتعمل بالشكل ده برضو في بريسنج سيستم. طيب لو مش نافع خالص بنعمل البراكتس، هنا الشكل ده في طبعا سيمي ديك بريدج هيتعمل كأنه شكل حرف الاتش، هيبقى ايه اتش فريم او اتش، هنا هيبقى انفيرتد يو فريم لو ديك بريدج ومش نافع اعمل lower bracing system، فبيبقى شبه حرف اليو المقلوب. طيب هنا اليو فريم بنستعين بيه في حالة البوني بريدج، واخد شكل حرف اليو. طبعا الكروس جردر هنا بتشتغل كأنها vertical bracing مع الفريم ده، وبيتحط طبعا بنضيف البراكت ده عشان يدعم الكمبريشن فلانج للمين جردر. طيب لو الكوبري ثرو بريدج بيبقى الفريم عبارة عن كلوزد بورتال فريم او بوكس فريم بالشكل ده. طبعا الثرو بريدج اقدر احط منبر افقي فوق واقفل الفريم ويبقى كلوزد. الفيرتيكال بريسنج سيستم هيبان في الاليفيشن، اول حاجه الاند بريسنج
او اند فيرتيكال بريسنج سيستم، اللي هو في نهايات الكوبري هيبان خطوط داش دي كده تحت الكروس جردر، لو الكوبري ديك طبعا سواء ترس او بليد جردر، هيبان في البدان خطوط الداش الرأسية دي عند نهايات الكوبري، وهيبقى في وان انترميديت فيرتيكال بريسنج في الميد سبان في المنتصف كده نفس الشكل خطوط رأسية، ده لو السبان لغاية 50 متر. لو السبان أكبر من 50 متر ممكن نعمل الـ End Bracing Vertical System بالشكل ده، وبنعمل فيه التلت والتلتين بالتقريب، يعني ما بتظبطش بالظبط التلت والتلتين، يعني أقرب ما يمكن للتلت والتلتين من البريدج بنعمل فيهم الـ Vertical Intermediate Vertical Bracing System. في حالة السلو بريدج ده بيبقى شكل الكروس سيكشن للكوبري، وبيبقى ده فريم سيستم او بورتال فريم سيستم للثرو بريدج. قلنا لو الثرو بريدج الممبر هنا مكمل رأسي، يعني يبقى في الحالة دي اقدر اعمله ايه، كلوزد فريم سيستم بالشكل ده. لو الممبر مايل ممكن اعمله open portal frame system، طبعا هنا برضو closed portal frame system، ولكن قلنا بينقل الحمل بتاع ال upper bracing system لل lower bracing system ومنه لل support، فبيدي تحميل زيادة على ال lower bracing system. نتكلم على ال breaking force bracing. طبعا هو سبيشال بريسنج سيستم موجود في الريلوي بريدجز، الغرض منه انه ينقل اللونجيتيودن اللي هي البريكنج فورس او الاكسلريشن فورس، قوة التسارع، لو القطر مثلا واقف على الكوبري وابتدى يتحرك، طيب هتتنقل الفورس دي من الريل للسترينجر، المفروض من السترينجر تروح للكروس جردر، من الكروس جردر للمين جردر، ده لو ما فيش البريسنج. لكن لو في البريسنج سيستم ده يبقى الفورس هيتنقل من السترينجر للبريكنج فورس بريسنج، ومنها للمين جردر على طول في الحالة دي، وطبعا هتروح من المين جردر للسابورتس بتاعت الكوبري. الشكل ده بيوضح لو في اكسلريشن، يعني القطر واقف وابتدى يتحرك، طبعا اتجاه الحركة مثلا في اتجاه من الشمال لليمين هيبقى اتجاه الاكسلريشن فورس على البريكنج فورس بريسنج سيستم هتبقى عكس اتجاه الحركة. برضو لو القطار بيتحرك وابتدى يفرمل فاتجاه الحركة هتبقى في الاتجاه العكسي لاتجاه الفرمل. طيب الأماكن بتاعته في نهايات الكوبري، وممكن كمان يتعمل في المنتصف، ممكن يتعمل في الأربع أرباع للكوبري، ممكن يتعمل في كل باكية حسب قوة الفرملة وعدد التراكس يعني وليها عوامل تانية. طيب لو هو هنهمله أو مش هنعمله، يعني إيه اللي هيحصل؟ البريكنج فورس هتولد مومنت على الابر فلانج للكروس جردر، طبعا المومنت ده هيبقى ام واي، يبقى الكروس جردر تصمم على ام اكس. ترانسميتنج فورس فروم تراكس تو بريكنج فورس بريسنج، يعني كيفية نقل الفورس من التراك للبريكنج فورس بريسنج. البريكنج فورس بريسنج بيتعامل مع الهوريزونتال بريسنج بتاع التراس، بإضافة زي ما شايفين في البلان كده إضافة بعض الممبرز الإضافية، وبنعمله بيبقى شكله تراس سيستم. في الحالة دي القوة الأفقية بتأثر عليه. طب القوة هتتنقل إزاي؟ هنا القطر هيفرمل على الريل، من الريل هتتنقل للسليبرز، من السليبرز مثبتة طبعا في السترينجرز،
نقل القوة للسترنجرز، ومن خلال الكروس جاردر لو مفيش بريكنج فورس بريسنج هتتنقل القوة للكروس جاردر ومنها للمين جاردر. طيب لو في بريكنج فورس بريسنج هتتنقل برضو هنا من الكروس جاردر للبريكنج فورس بريسنج، يبقى في الحالة دي برضو هتعمل تأثير او هتدي ام واي على الكروس جاردر. في الحالة دي يبقى لازم نعمل ايه؟ يا اما نعمل براكت بالشكل ده في نهاية السترينجر عشان ينقل القوة من السترينجر مباشرة للبريسنج او البريكنج فورس بريسنج سيستم، او اعمل فول ديبس سترينجر، يعني اعمل سترينجر بعمق قريب او مساوي لعمق الكروس جيردر، يبقى نقل القوة على طول هيروح للقوة على طول هتروح للبريسنج البريكنج فورس بريسنج، وهيبقى السترينجر هنا هو الممبر الفيرتيكال اللي موجود في البريكنج فورس بريسنج. هنا ده الشكل لو سنجل تراك، في الغالب السنجل تراك ممكن اصمم الكروس جيردر على ام واي يعني لان الاسبان قليل، ولكن لو انا عايز اتجنب الحكايه دي فبعمل بريسنج بريكنج فورس بريسنج بالشكل ده. ده لو دبل تراك، هنا لو برضو سنجل تراك والسبان كبير فانا هعمل في بداية الكوبري ونهاية الكوبري وفي المنتصف. هنا برضو لو الاسبان اكبر من 50 متر ودبل تراك هعمل في نهاية الكوبري في النهايتين واعمل في او يبقى بالشكل ده في المنتصف، او ممكن يتعمل في الربع الكوبري وربع الكوبري الربع للتلت يعني.